فخور بالروندمون تاعنا، خلقنا برشا فرص، لكن ما هذا ما يكفيش. ان شاء الله جاي خير وكاو متقلقين صحيح، لانه خسرنا 3 بوان، وان شاء الله نصلحوا غلطنا ونحاولوا نربحوا الديربي باش نعوضوا الفرحه وبقيت الماتش واد. علي ما تشوفش اللي انتم ضيعتوا 45 دقيقه الاولى، ريناك ايزولي حمدي والعمري كانوا مؤخرين اكثر من اللازم، تلفا ما لقيتوش لي سوليسيون مستنزين تلقاو. أنا من رأيي الميتون الأول كان 50-50، لكن الميتون الثاني بالعكس فيقنا أكثر وخلقنا أكثر فرص. رأيك في المردود نتاع التحكيم اليوم؟ حسب رأيي كارثي. فاش يتمثل؟ شنو اللي صار بالضبط؟ ما نعرفش شنو اللي صار، تم بعد نجم نكون غلط، نشوفوا لعل في وسط التيران نشوفوا حاجة، لكن بعد تلقى حاجة أخرى، أما كيما نقولوا رأي ما الحقيقة ما تحسوا فما زوج بينالتيات ساعة دوك ما. الاولاد اللي البر قالوا صحاح، ونحن قدامي الساعه نتاع رامي دي محلوله نورمالمون بينالتي هذيك، من بار رجع الفار ما نعرفش علاش، فهمت؟ تو معنا حتى عضو نتحملوا مسؤوليتنا خويا و كهو ما نتهموا حد، ان شاء الله نكون غلطوا كهو. علي كان هذا يحكي على الاربيتراج اليوم والاجواء الجماهيريه ربما في المقابله مع التوتر، هذا ما شكلش ضغط عليكم انتم؟ ممكن من الحاجات اللي ما خلتكمش ترجعوا في الطرح ولا ليه؟ لا بالعكس، تعودنا بالضغط، تعودنا الجمهور ديما يدز معنا، وباش كيما نقولوا بالعكس تحسنا في الدوزيام ميتون وقت اللي زاد الضغط شويه تحسنا اكثر، فهمت؟ اليوم العزله ممكن نتاعك مع ممكن الشواء نتاع الدفاعيه نتاع الدوزيلي خليتك شويه يعني في عزله ما تخلقش برشا فرص للفريق. كيفاش عزله سامح؟ يعني شفنا الرول نتاع الدوزيلي دفاعي اكثر برشا من هجوم. ما عرفتش هذيك امور تكتيك تابع لونترونور الحقيقه، لكن كما قلت لك عملنا اللي علينا، ما خلقنا برشا فرص وصلنا للجول، ما حبتناش كوره لا فعلا. ان شاء الله جاي خير. شكرا.